خلينا بقى نشوف الناس قالت ايه. طبعا اه هنتكلم اكتر عن جماهير النادي الاهلي بعد فوز طبعا النادي الاهلي فوز كبير، ويعني كان في فرحه كبيره لجماهير النادي الاهلي. فجماهير النادي الاهلي شافت الماتش ازاي بشكل اكتر؟ هاي نبدا بالاهلي يعني بالظبط نبدا كده. بجماهير النادي هنبتدي الاهلي. بقى يلا حطوا لنا الصور على طول. بالترندات اللي كانت موجوده على تويتر بعد المباراه على طول. يعني دي الترندز اللي كانت موجوده قدامنا، دي كانت السكرين شوت دي في الوقت بتاع 11 ونص اللي هو بعد المباراه بشويه. تمام. التوب ترند كان في الوقت ده كان كهربا، بعديه حمدي فتحي. احنا دايما يا كريم لما بنشوف الترند بنحاول ان احنا بقى، يعني الترند بيبقى انديكيتر لحاجه او صح. يعني بيبقى مؤشر لحاجه، الحاجه دي ايجابيه ولا سلبيه عينينا هي اللي بتقول لنا من الماتش. احنا بنشوف مثلا كهربا عشان تألق، عشان جاب جون، عشان عمل مباراه جيده طبعا في 60 دقيقه اللي لعبهم، فعشان كده كهربا كان الاحتفاء بيه يعني الاكبر في الوقت ده. بعديه حمدي فتحي اللي طبعا كان فيه اشاده كبيره بادائه النهارده اللي كان مميز جدا يعني. وشارك طبعا في الثلاث اهداف زي ما انت قلت. بعديها عمرو السيسي، نيجي نقول طب عمرو السيسي في الترند ليه؟ ما هو لاعب نادي الزمالك. هنا بقى الترند ممكن يتفسر بشكل سلبي اكتر، ان مثلا جماهير نادي الزمالك، يمكن انا دخلت كمان على اسم عمرو السيسي لقيت ان معظمها كان كلام من جماهير نادي الزمالك نفسها. جماهير نادي الزمالك مش عاجبها، بتلوم لعيبه. في حاجات يا كريم بتبقى صحيه في اوقات معينه، وفي حاجات بتبقى مش صحيه. يعني دايما بنقول الجماهير ممكن تقتل لعيبتها وممكن تخلص تطلعها عليه. او ممكن تفوقها في وقت معين هم محتاجين يفوقوا. صح. المشكله انه زكريا الوردي في نفس المركز انتهى بعد مباراة الأهلي بالظبط، بسبب يعني اللي هو زي ما بنقول عليها في السوشيال ميديا حملة. صح. او يعني وقت كان هو ده الترند وترند وحش، فالترند ده أذاه بشكل كبير. صح. عشان كده الجماهير لازم عندها وعي اكتر يا كريم. ده اللي دايما بنقوله، خاصة ان الزمالك النهارده ما خسرش بصراحه بسبب عمرو السيسي يعني. بالظبط. خلينا نروح بعد كده للأهلي والزمالك، ده الترند الرسمي بتاع المباراة. لا ارجعوا يا جماعة تانية للترندات اللي كانت موجودة قبل الصورة دي. خلينا ناخدها بشكل سريع لو عايزين ناخد النقطه اللي بعدها. ده انا يا كريم واحنا بنتكلم بقى على وعي الجمهور، خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح من اللعيبه اللي بعد المباراه ذكر اسمهم طلع في الترند بشكل كبير جدا. مش وقت المباراه، جمهور الاهلي. يعني ده بقى الوعي اللي احنا بنتكلم عليه من الجمهور اللي احنا محتاجينه. شاف ان لاعب بيأدي لاول مره في مباراه كبيره زي مباراه القمه، زي ما بنقول دخل على النار على طول في مركز مش بتاعه، ادى مباراه كبيره فكان بيشيد بيه بشكل كويس. نمشي في اللي بعدها هنلاقي اشادات كتير، ده وقت مناسب ان انت تدعم فيه لعيب جديد. يعني هنلاقي اشادات من ناس كتير بشكل كتير نعدي عليها على يعني طول. يعني تعالى نقول الامثله. يعني محمود دياز زميلنا العزيز الكاتب، خالد عبد الفتاح عمل ماتش ممتاز برضه. هنري قال خالد عبد الفتاح قدم ماتش ممتاز مع الاهلي في الديربي. ضياء الدين قال خالد عبد الفتاح مكسب الماتش النهارده. زميل عزيز ايضا النهارده بدون نقاش. يعني دول كمان العاملين كمان في الوسط الرياضي والاعلام. بالظبط. يعني الرياضي. الفكره ان في اختيار الوقت للاشاده مهم جدا. نمشي في اللي بعدها. خلينا نروح كمان للسكرين شوت اللي موجوده من حساب النادي الاهلي. حساب النادي الاهلي بعد المباراه برضو طبعا نزل حاجات كتير على حساباته، لكن انا واخده دي عشان اربطها بخالد عبد الفتاح. هنا دعم لمحمد شريف. شافوا ان محمد شريف جاب هدفين النهارده، قدم اداء مميز لما نزل، محتاج دعم. عشان كده يا كريم دايما ممكن ترجعوا لنا، يعني انت قبل كده في حوار لينا قبل كده مع بعض سالتني حسابات الانديه دورها ايه؟ دورها مش موجه للجمهور بس يا كريم، حسابات الانديه دورها كمان موجه للعيبه بتاعتهم. لعيبه النادي بتبقى مستنيه يا كريم برضو، لان هم شايفين ان السوشيال او الناس المتخصصه وماسكه اداره السوشيال ميديا في الانديه بتاعتهم هي عين الجمهور. الجمهور اليومين دول حابب اللاعب ده فهيدعمه، الجمهور اليومين دول شايف ايه؟ فاللعيبه بتبقى مستنيه برضو الحفاوه من الاكونتس بتاعتها. وبيني وبينك ده اسمه التوجيه الحميد. يعني انا بوجه الجماهير ان انتوا يا جماعه ادعموا محمد شريف. فلما يبقى الحساب الرسمي النادي الاهلي بيقول ادعموا محمد شريف، فالجماهير بشكل تلقائي غالبا هتدعم. بتمشي وراه بشكل كبير. في جزء من جماهير كتير بيستنى يشوف الحساب الرسمي هيقول ايه.